وصفة الديب باناج وشكون ما يعرفهاش وما يشقهاش، محبوبة الجماهير بدون مطيشة وبإضافة مكون اللي يزيدها لدة على لدة، وخمسة دقائق وهانتي سديتي الجوع. وما تحقروهاش وشجعوها باللايكات وبالبارتاج وبالتعاليق ديالكم البنائين. ومرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا القناة وعجبهم المحتوى، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة سورية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش أنصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو ببركة الله ونقولوا بسم الله. بيضو مطيشه فكك لوحايل. اليوم غنشارك معكم بيضو مطيشه بالطريقه ديالي. كنحتاج هنايا لجوج حبات من الطماطم اللي يكونوا متوسطين الحجم. كل واحد كيفاش كيحضر البيضو مطيشه بالطريقه ديالو، كاين اللي كيحك الطماطم يعني كيحيد ليها داك، كيصفي لها من داك الماء ومن داك الزريعه وتيحكها. انا اليوم بغيت ندرج معكم هذه الطريقه اللي سهله وعمليه وكتجي بزاف لذيذه. كيف ما شاهدتوا معايا جوج حبات ديال الطماطم اللي قطعتهم، ما هماش رقاق رقاق وما هماش اغلاض، غير باش يطيبوا لينا بسرعه. كناخذ هنا المقله ديالي اللي كندير فيها جوج معلقات تقريبا، جوج معلقات كبار ديال الزيت اللي كنوضع فيهم جوج حبات ديال الطماطم اللي قطعت، وكنرش هنايا شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، ممكن تضيفوا حتى شويه ديال الكمون. كنوضعها على مقلات اللي تكون مهيله او متوسطه، وكنبقى نقلب في داك الطماطم يعني ما نخليهاش طيب ليا حتى تهرى، ميم با واحد دقيقه تقريبا كنشعل عليها دقيقه وكنقلب الطماطم للجهه الاخرى. ما خصنيش هاد المطيشه تهرى ليا وتولي بحال لي تماما بحال لي حكيناها، يعني غير كيدخلها طياب كيف ما كتشاهدوا معايا في لا فيديو. كنقلبها للجهه الاخرى والنار تكون مهيله، والكميه ديال المطيشه كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب افراد الاسره، ممكن ديروا اكثر او اقل. بعد ما كنخلي داك المطيشه ديالي كتشحر على نار مهيله، مباشره كندوز هنا كناخذ واحد الزليفه اللي كنوضع فيها جوج حبات من البيض، وانتم لكم الاختيار، ممكن ديروا بيضه واحده او زوج او حتى ثلاثه. عندي هنايا علبه من الطون، طون ديال الزيت اللي كيزيدها لذه على لذه، ضروري ما نصفيو داك العلبه ديال الطون من الزيت تماما. وهذا الزيت بطبيعه الحال ما كنرميش وما كنضيعوش، كنوضعوه في واحد القريعه وكنوضعوه في الثلاجه. وقت ما صيبت سلطه ديال التونه مثلا، كنسلقوا الرز او اي نوع ديال لي بات، كنضيف ليه داك الزيت باش كيجيني منسب كاننا دايرين فيه الطون. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما صفيت الزيت مزيان مزيان، كنضيف هنايا علبه ديال الطونه ديال الزيت، ولكم الاختيار ممكن ديروا حتى الطون ديال الطماطم، غير هو ديال الزيت كيجي لذيذ بزاف بزاف. كندير هنا واحد الرشه من الملح ورشه من الابزار، ممكن تضيفوا حتى منسمات بحال الزعتر ولكم الاختيار، او تقصوا الربيع رقيق رقيق وتضيفوهم ليه. كيف ما يمكن لكم تضيفوا واحد حبه بصل صغيره اللي تشلضوها رقيقه رقيقه وتضيفوها البيض والطونه. ما نضربش البيض ديالي بزاف بزاف حيت بغيت يبقاو ليا داك القطع ديال الطونه بارزين. كنفرغ داك البيض مع الطون فوق الطماطم مباشره اللي خليتها غير تشحرت ليا، يعني ماشي طابت او هرات، وكنغطيها بواحد الغطايا او بواحد الطبيصيل، وتما كاضافه وكتبقى اختياريه وحسب المتوفر عندكم. كندير ليها هنايا الجبن موتزاريلا، ممكن حتى ديروا فخوماج مثلث واحد جوج حبات او ثلاثه، كنقطعوا من قطع صغار وكنضيفوهم عفوا في الاخر. وها هي واجده فكك لوحايل، او وجبه الديباناج وخمسة دقائق، ها هي واجده وسديتي الجوع. كيف ما كتشاهدوا معايا كنضيف هنا واحد شويه ديال القزبور معدنوس المجفف اللي كنت شاركته معكم، وغنخلي لكم في رابط صندوق الوصف. بزاف كيقول لي لاش كيصلح، كيصلح للسلطات وكيصلح بحال هاد الوجبات الخفيفه. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي رائعه جدا، يعني كنسميها انا بيض ومطيشه شاده الدبلوم ديالها، يعني متاهله فيها الطون. غتجيكم غريبه شويه، يعني الطون مع الطون ديال الزيت مع مطيشه مع البيض ومع الفخوماج، ولكن المذاق خطير صدقيني سيدتي، غادي تجربيها غتولي عندك ادمان، كتجي خطيره ورائعه جدا. غير الحاجه الاخيره اللي ننصحكم بها، ديروها في مقله غير لاصقه باش كتجينا على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنتمنى ينال اعجابكم الاقتراح او لا فيديو ديال اليوم، وماذا بيا ونكون مشكوره جدا لكم جزيل الشكر ترفعوا لهذا الفيديو المعنويات، لانه غير بيض ومطيشه ديما محقور ولكن راه فكاك لوحايل. ووصفه الديباناج كيف ما قلت لكم بدايه لا فيديو، كنشكركم المتابعه وبالصحه والراحه. ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه سوريه، دائما مع السهل والسريع والجد الاقتصادي. شكرا لكم والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.